اللي انت عملته ده يا حاج. ده عينه يا حاج من اللي هتشوفه لو ما بعدتش عن سكه نعمه. فاهم ولا مش فاهم؟ لا يا اخويا مش فاهم. يا خرازي اسكت انت، اطلعي فوق مالكيش دعوه. انا خايفه عليك. انا اعرف احمي نفسي كويس قوي، وانا فاهمه ان انا ضعيف. هتعمل ايه يا حاج؟ هفرتك نافوخك ياض. ليه يا حاج؟ طيب احسن، يعني احنا اولاد بلد زي بعض، اعتبرنا عيل وغلط. مش كل الناس يا اخويا اللي اتغلط معاهم ياض، في ناس الغلطه معاهم بعمرك. فاهم؟ فاهم يا حاج. حقك عليا، حقك عليا. اسمك ايه ياض؟ محسوبك ثابت الخشن. خشن؟ مش باين عليك اي خشونه يعني، ده انت شكلك انعم من الحريم ياض. ولا من هنا لو رايح اوعى تعرض لي انا ولا نعمل. فاهم ولا مش فاهم؟ فاهم يا حاج. قور من ماشي. قور ياض، قور. انت ماشي ايه؟ صباح الخير يا حلو. كنت من اهلي يا حاج. وعلى فكره يا باشا، انا مش بعمل كده علشان، لا لا لا، انا علشان الناس في مصر تبقى عايشه في امان وما يتعرضوش لشر الخشن وامثاله من المجرمين والبلطجيه. ماشي يا باشا، ماشي. ساعه بالكتير وهكون عند سعادتك. الف مليون سلامه. انت الخشن؟ بخير يا باشا. كنت شوف بتسولي يا باشا، انا ما عملتش حاجه. مش حاجه؟ امال ايه ده؟ ده عدم المؤاخذة يا باشا، برشام، برشام مسكن. اصل انا ظهري بيوجعني قوي بالليل وانا نايم. مسكن ولا مخدر؟ حط الله يا باشا بيني وبين المخدرات. خدوه على البوكس يا باشا. خدوني على البوكس ليه؟ انا ما عملتش حاجه. بالراحه يا باشا. يلا انزلك الجيل ده لوحده تهبط. بالراحه يا جدع. اطلع. انا ما عملتش حاجه يا اخوانا، مش كده بقى. احسن يستاهل. يا حاج ده كان مزهقني في عيشتي. اشكريني بقى. اشكرك وماله يا حاج، بس على ايه؟ ما انا اللي خليتهم خدوه. انت اللي قلت لهم؟ طبعا. امال ايه؟ ما كنت عاوزاني اسيبه يترزر عليكي في الرايحه والجايه؟ ده كان اقل واجب لازم اعمله معاه. لحقت تغير عليا يا حاج؟ طبعا يا ست الكل، مش هتبقي مراتي وكرامتك من كرامتي. ربنا يخليك ليا يا حاج، ولا يحرمنيش منك ابدا. بقول لك ايه؟ تيجي نكتب الكتاب بكره. خراشي، انا لسه ما جهزتش. وبعدين يعني انت لسه ما جبتش الشقه اللي كنت قلت لي عليها. ولا تحب نتجوز مع عمي؟ باشر، بعد ما نشرب الشاي ونحاسب هاخدك افرجك على الشقه. انت جبتها؟ جهزتها وفرشتها كمان. بتتكلم بجد يا حاج؟ انت قصدك استعجلتي، انا كنت عاوز اعملها لك مفاجاه. اتفضلي. عداها اهو وباسمك كمان. بحبك يا حاج، بموت فيك يا حاج. لازم نروح شقتنا حالا. هيموت الشربان. معاكي باسبور؟ معايا. ما انا كنت بشتغل في الكويت قبل كده سنتين. انما بتسال ليه؟ اصل حجزت تذكرتين بكره، نروح نقضي لنا ثلاث ايام عسل. فين؟ لبنان. بلد الانس والتوهان. انت احلى راجل في الدنيا. ربنا يخليك ليا يا رب. مش قدامي الواد لا يروح يقول لهم. عيب يا حجوجه، لا ارى لا اسمع لا اعرف اين لبنان. ابن ابوك ياض. اجري اجري وديني وصلني. جهزت لك شنطتك يا حاج، تروح وترجع بألف سلامة يا رب. الله يسلمك يا حاجة. سفرية لا كانت على البال ولا على الخاطر. هعمل إيه؟ مضطر. أصل يا ست الموارد اللي بنستورد منه الكيماويات عنده مؤتمر هناك، فاتفقنا نتقابل في لبنان. يا زابة تقولي بنقصر السكة عليا وعليه، ما بدل ما أسافر له هولندا. تروح وترجع بألف سلامة يا رب. بس أنا مش عارفة مالي كده يا حاج، بقالي تلات أيام عيني بترف. بصراحة
انا خايفه على الواد اللي اسمه سعد ده قوي. يو يا حاج عينك بترف ليه بس؟ ستلاقيك ما غسلتيش وشك كويس. هترف على ايه؟ ده حتى الدنيا غنوه نغمتها حلوه احنا اللي نطير. طب ايه رايك بقى انت رايق على الاخر؟ عشان كده انا عايزك انت كمان تبقي رايقه على الاخر يا حاجه. ما انا بصراحه ربنا انا مش عاوزه اسافر وسايبك متضايقه. ده انا قلبي داري يا حاج. ايه ده اللي انت بتعمله؟ هتحبي ترنم ترنم. احنا كبرنا بقى على الحاجات دي. خدش يا حاج. اضحكي يا حاج اضحكي. طيب وريني الضحكه. ايوه كده. لا 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 في ايه؟ تعالى يا حاج عايزه اقول لك حاجه. نعم يا روح قلبي الحاج. ما تحلق. ومين اللي احلق؟ شنبك. انا يمكن تأكيد جننتي. ليه؟ ده حتى مكبرك. مع ان تصرفاتك بتقول انك اصغر من كده بكتير. هو فعلا كبرني قبل الاوان خصوصا لما طلع فيه شعر ابيض. خلاص احلق. قلت لك لا يمكن. ليه يا حاج؟ ما انت اصلك مش فاهمه. شنب الراجل ده مش حته خط كده تحت المناخير عشان نظر المناخير. لا الشنب ده رمز الرجوله وعار على الراجل انه يحلق شنبه. طب ما نصبغه. نصبغه؟ اه نعمل اللي بيقولوا عليه هنا في لبنان اسمه ايه؟ نولوك. والله هي فكره حكايه النولوك دي. لا وبيقولوا النولوك ده بيخليك انسان تاني خالص، بيرجعك جديد نوفي. يعني ايه؟ هيدخلني بطن امي تاني؟ طب جرب وانت تعرف. نجرب بس افرضي ما عجبنيش النولوك ده. خلاص نرجع النولوك تاني يعجبك. طب افرضي ما عجبنيش النولوك التاني برضه. يبقى هنرجعه زي ما كان وامر لله. يا ساتر. هو انا شكلي وحش للدرجه دي؟ فشر. ده انت طعم ومسمسم. بس انا اللي عايزك تسمسم شويه كمان. يا حبيبتي يا نور عيني وحشتيني قوي. وحشتيني يا حبيبتي. وحشتيني قوي يا امي. وانت كمان يا حبيبتي. الحمد لله على السلام. كده برضو يا رؤوف تاخد مننا نورا المده الطويله دي كلها؟ يا طنط دول 10 ايام. 10 ايام ده ايه؟ ده مروا عليا كانهم 10 سنين. انت ما تعرفش نوره غاليه عندي قد ايه. دي اخر العنقود. امال بابا فين؟ بابا يا حبيبتي سافر لبنان عنده شغل هناك وجاي ان شاء الله بعد يومين. ان شاء الله. طب ومختار وسعد؟ مختار في المدبغه وصايه طول الليل زي عادته، وسعد طول النهار بره البيت ما بشوفوش الا على النوم. يعني تقريبا كده ما بشوفهمش هما الاثنين. ايه ده يا طنط؟ ده كده بقى يبقى فاكرينكم اوتيل. فعلا يا ابني عندك حق فاكريننا اوتيل. اعذريهم يا ماما. مختار وبيساعد بابا في الشغل وسعد عريسه بيجهز لشقته. طيب انا هوصل كده مشوار لحد الجامعه وبارجع. لا ما ينفعش لازم تتغدى معانا يا هنيه. معلش يا طنط مش هينفع. المشوار اللي عندي اصله اهم من ديك رومي بحاله. اصل رؤوف جاله اعاره في جامعه عمان. بجد الف مبروك يا حبيبي. الله يبارك فيك يا طنط. هلحق اروح انا بقى عشان ما اتاخرش. عن اذنكم. اتفضل مع السلامه. طمنيني يا حبيبتي جواز حلو؟ حلوة قوي يا ماما. يا حبيبتي ربنا يديم عليكي السعادة يا رب. طيب أنا هقوم بقى أحضر لك الغداء، أكيد ميتة من الجوع. قولي لي صحيح أشرف عامل إيه؟ أنا كويس وكله تمام والحمد لله. الحمد لله على السلامة يا أحلى عروسة في الدنيا. مش كنت تقولي إن أنت جاية النهاردة؟ كنا استنيناكي في المطار. يا سيدي ما حبيتش أتعبكم. إزيك يا ماما عاملة إيه يا حبيبي؟ إزيك أنت يا حبيبي؟ تمام. سبحان الله كنا لسه في سيرتك أنا ونورة. في الخير ولا بالشر؟ في الخير طبعًا يا حبيبي. الحمد لله. وأنت ما تستاهلش غير كل خير. تخيلي يا نورة هو الوحيد اللي كان بيسأل عليا. ربنا يخليكي لينا يا أمي وما يحرمناش منك أبدًا. ويخليكوا ليا يا رب. طيب ارغي بقى مع أختك شوية وأنا هحضر لكم الغدا عن إذنكم. اتفضلي. تعالى بقى أنت وحشني قوي. وأنت كمان يا حبيبتي. أنت عاملة إيه؟ الحمد لله. أنا لسه مقابل رؤوف بره. اه ما هو راح مشوار وجاي على طول. يرجع بالسلامة إن شاء الله. إيه يا أشرف؟ مالك فيك إيه؟ أصل عمر تعبان شوية يا نورة و... بابا كمان تعبني أوي. ألف سلامة على عمر. ومال بابا؟ مش معقولة هندخل بكرة كده. مالك يا حاج بتجر في رجليك ليه ما تيلا؟ أصلي مكسوف قوي بمنظري ده. ده أنا شفت نفسي في المراية اتخضيت. شكلي غريب قوي. وكل شورتي ده كوم تاني. ده أنا ركبي بقالها 25 سنة ما حدش شافها إلا خالتكم ومختار. بس بذمتك كده يعني ما صغرتش 30 سنة؟
بصراحة انا حاسس ان انا بقيت عيل صغير. ولسه شوية لعب على المكان ده يقوم الكرش ينزل خلص وتبقى رفع كده يا حاج. حاج ايه بقى؟ حاج ايه بالشورت ده؟ مش ماشية مع بعضها خالص. ده انا حاسس ان انا سخطت. طب يا اختي تعالي اما دلعك تدخلني. بقول لك ايه؟ ما تيجي نطلع الجناح بتاعنا ونبان مع بعض براحتنا. يلا بينا. لا نلعب الاول وبعدين نطلع. تعال أمر الله.